أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. بعد 4 أيام من اختفائه، عثر عليه اليوم متوفي داخل بئر قديم بحي النصر بريكا ولاية باتنا. الفقيد اسمه العيد خياري من سكان حي النصر، يبلغ من العمر 43 سنة، ويذكر أن عائلته بلغت مصالح الأمن والدرك الوطني عن اختفائه منذ أيام. رحمه الله وألهم أهله الصبر. إن لله وإن إليه راجعون.